لكن كمان الاستقبال زي ما شفنا الجهاز الفني ونقل لكم الصوره لحظه بلحظه، كمان عندنا الجمهور، الجمهور العظيم اللي كان في استقبال بعثه النادي الاهلي، مشهد رائع بيعدلنا مشهد كاس العالم للانديه في قطر، ادي لقطات رائعه كالعاده، مشهد انا وقفت عنده بشكل كبير جدا لدرجه ان البعض كان في مشهد كابتن محمود الخطيب بين الجمهور بينده عليه فبيقول لهم الفريق الفريق، المشهد ده اختلط على كتير جدا من الناس ان هو بتاع كاس العالم للانديه، يعني نفس الجمهور بنفس الحماس بنفس الشغف بنفس وقفه اللعيبه، يا جماعه ده ليه ثمنه، ده ليه تاثيره، بصوا على اللعيبه وبصوا على وشوشها، بصوا على، نسمع صوت الجمهور اللي اكيد كلكم عايزين تحسوا بيه لان هو يمكن في اللحظه دي اهم من صوتنا. يا بخت اللي عنده جمهور النادي الأهلي، يا بخت اللي عنده جمهور النادي الأهلي، اللي عنده جمهور بالشغف ده موجود في كل حتة في العالم، وراك فين ما تروح بجد، هو ده الإحساس اللي وصل للعيبة، وصل لكابتن محمود الخطيب اللي كان حاضر وشاهد على جمهور النادي الأهلي وبيقول له الفريق دايما، هو ده جمهور النادي الأهلي يا أسامة. والله يا جماهير النادي الاهلي الصوت منها بمليون، يعني رغم الاجراءات الاحترازيه اللي مشدده بسبب طبعا تداعيات فيروس كورونا، ولكن اللي تم السماح ليهم بدخول المطار كانهم مليون تقريبا. انا شفت تغطيه قناه الكاس القطريه وبتتكلم، والمراسل القطري بيتكلم عن عظمه جماهير النادي الاهلي وانه فقد القدره على استحضار اي تعبيرات ممكن يصف بيها مشهد جماهير النادي الاهلي وحماس جماهير النادي الاهلي اللي واقف عنده لاعبي النادي الاهلي دائما وابدا. جماهير النادي الاهلي خلف النادي الاهلي، خلف النادي الاهلي من مجلس ادارته لجهازه الفني للاعبيه، لكن نادرا نادرا لما تلاقي رئيس نادي بيحظى بشعبيه جارفه بالشكل ده من جماهير النادي. عشان كده كابتن محمود الخطيب في مكانه مختلفه، لاعب الكره اسطوره كره القدم المصريه دائما وابدا بيكون له نصيب كبير جدا من الهتافات، ولكن انا ايضا عايز اتوقف عند هتافات جماهير النادي الاهلي لبيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني تقريبا إن لم تخن الذاكره من بعد مانويل جوزيه علاقه جماهير النادي الاهلي بمدير فني انها تهتف له وتعمل له اغنيه باسمه او تلحن اسمه بشكل فيه هتاف كده، اعتقد ده شيء بيتسو موسيماني فارق معاه نفسيا جدا لدرجه ان هو دايما بينشره عنده على تويتر، وده شيء بيدي له دوافع كبيره جدا وبيوضح له الصوره، جماهير النادي الاهلي في ظهرك، جماهير النادي الاهلي في ظهرك لانك المدير الفني للنادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي في ظهرك لانك قدرت تحقق نجاحات وتعيد بطوله افريقيا الغائبه وما زلنا منتظرين منك الكثير. اوعى تتضايق او تزعل لمجرد فقدان لقب او خساره مباراه فتلاقي انتقاد من جماهير النادي الاهلي، هي دي طبيعه جماهير النادي الاهلي اللي لازم تعتادها ولازم تتجنب فكره الانتقادات والغضب بانك تبذل كل مجهود من اجل تحقيق بطولات للنادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي ما يعرفش غير البطولات. المشهد ده مشهد عظيم جدا، وفي اي مكان هتروح في العالم هتلاقي جماهير النادي الاهلي صوت الواحد منها بمليون. لو في حاجه اثرت على النادي الاهلي الفترات السابقه
كانت غياب جماهير النادي الأهلي في المدرج. جماهير المدرج لها معنى وشكل مختلف. جمهور النادي الأهلي هو فعلا حماه. بيتسو موسيماني علاقته بقى بجمهور النادي الأهلي علاقة شديدة الخصوصية. موسيماني هو وهو مدرب سان داونز اللي دخل انبهر بجمهور النادي الأهلي وهو في الاستاد، وكان بيصوره بموبايله في 29 سبتمبر 2020 قبل ما يكون مدير فني النادي الأهلي. العلاقة امتدت. بيتسو موسيماني قال وكتب على تويتر: شكرا جزيلا على حفل الاستقبال لنا هذا المساء، متحمس للغاية جراء تشجيع مناصرينا، وسنبذل قصارى جهدنا يوم الأربعاء. هو ده الحالة، هي ده التكامل، هو ده اللي عايزينه من المدير الفني وعايزينه من الجمهور. دي حالة، دي حاجة احنا كلنا بنحسها. انا بقول لكم الراجل من قبل ما يبقى مدير فني النادي الاهلي وهو عنده كده حالة شغف بجمهور النادي الاهلي وحالة تقدير، عشان كده جمهور النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني دايما في الموعد. بيتسو موسيماني هو المدير الفني الاجنبي الوحيد مع مانويل جوزيه اللي حقق بطولتين دوري ابطال ورا بعض، وهو صاحب افضل انجاز للنادي الاهلي بالمعادله لجوزيه في دوري في كاس العالم للانديه بتحقيق البرونزيه. يبقى ليه بقى طريق جوزيه في السوبر الافريقي، وهو طريق طويل جدا، 4 سوبر افريقي لمانويل جوزيه. بيتسو معاه واحد، يا رب التاني يوم الاربع، ويا رب يكمل ويعادل مسير جوزيه ويعدي كمان جوزيه، لان جمهور النادي الاهلي بيكون دايما حريص على الانتصارات بالتاكيد. ونتمنى ال11 تكون هي دي اللي تخليه يفرق عن مانويل جوزيه. ال11 ان شاء الله لو اتحققت للمره الثالثه على التوالي دوري ابطال افريقيا، هيكون اول مدرب في تاريخ النادي الاهلي، لان هتكون دي اول مره في تاريخ النادي الاهلي يحقق دوري ابطال افريقيا لثلاث مرات متتاليه. نتمنى التوفيق في السوبر، وعنينا على دوري الابطال ان شاء الله، وباذن الله قادر النادي الاهلي ان هو يحقق البطوله.